مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدنا أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ هاني عمارة. أستاذ هاني صباح الخير. أهلا بيك. منورنا يا فندم. صباح الخير يا فندم. هنبتدي جولتنا الإخبارية من جريدة أخبار اليوم وتصريحات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أشاد فيها بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. قال أوستن على تويتر: من كان من دواعي سروري أن أتحدث مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، وشكرته على دور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، وناقشنا التحديات والفرص الإقليمية، ويظل التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ومصر حجر الزاوية الرئيسي للشراكة الاستراتيجية. وكانت قد أعلنت القاهرة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية برعاية مصرية. أستاذ هاني، عايزة أتكلم في هذا الخبر على العلاقات المصرية الأمريكية. ويعني يمكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شكر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، وقبلها الرئيس جو بايدن شكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال على الجهود المصرية. مش بس جو بايدن، كان في إشادة دولية حتى غير الأمم. أنا بتكلم على أمريكا، على العلاقات المصرية وحتى الأمريكية. عدد من الدول الإقليمية في الإقليم برضه أشادت بدور مصر في هذه القضية. لكن عايزة أتكلم أنه في جملة يعني قالها السيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لما بيقول أن مصر حجرت زاوية الرئيسي للشراكة الاستراتيجية خاصة في الأمور الدفاعية والعسكرية. أمريكا بتتذكر هذا الدور لمصر دوما عندما تأتي مصر في الوقت المناسب وتحل المشكلة وتقدر إنها، لأن دي مش أول مرة مصر تقوم بجهود كبيرة لوقف إطلاق النار والتهدئة وأيضا الإعمار إلى آخره. لكن الولايات المتحدة بتتناسى في بعض الأحيان وتقوم بعقوبات وحجب معونات وحجب طائرات، وبعدين لما مصر بتقوم بدور معين بتتذكر هذه العلاقة الاستراتيجية. هي خلينا نتفق أن هذه شهادة جديدة بتؤكد ما سبق. بمعنى إيه؟ خلينا برضو يعني حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا، مسألة التناقضات أحيانا في السياسة الأمريكية. نعم. خلينا نتفق أن الإدارة الأمريكية أو الأمريكا بشكل عام هي مؤسسات، يعني البيت الأبيض غير البنتاجون غير الخارجية، يعني إيه، فيه مؤسسات كتير. لكن الخط المتواصل في هذه القصة إن هناك إيمان، حتى لو اختلفت الـ 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 الاجتهادات أو اختلفت وجهات النظر بالنسبة للتعامل مع مصر، يعني لكن في النهاية فيه خط رئيسي بيؤمن ويؤكد على دور مصر الإقليمي في المنطقة. والحقيقة مش فقط بس القضية الفلسطينية، لكن أنا عاوز أقول برضو أن الحدث ده مش شهادة بأهمية الدور المصري إقليميا في هذه المنطقة أو شهادة أمريكية، لكن الحقيقة في قضية الحرب في غزة الأخيرة كان شهادة عديد من الدول بما فيهم يعني إيه الأمم المتحدة نفسها. لكن برضو أنا عاوز أقول إن فيه دور تاني، إن هو غير الشهادات الدولية، وهو الدور المصري في القضية الفلسطينية. يعني ما فيش مرة من الأزمات اللي مرت بها القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني في غزة أو في غيرها إلا وكانت مصر حاضرة بقيادتها وبدبلوماسيها وباتصالاتها، لأن في النهاية دي يعني خلينا نتفق إن هي قضية أمن قوم المصري. يعني في الحقيقة هنا جزئين، جزء بيؤكد الدور الحيوي الاستراتيجي للدولة المصرية في المنطقة، وأيضا الدور التاريخي لمصر في القضية الفلسطينية. يعني أنا عايز أقول مش بس القضية الفلسطينية، مصر بتقوم بأدوار كثيرة في المنطقة. يعني المجهودات التي تقام لليبيا مثلا، يعني مصر بتقوم
زي ما بتقول بتطفئ النار في العديد من المناطق صحيح. الساخنة في منطقة الشرق صحيح. الأوسط صحيح. يعني يمكن الموضوع الأخير ده يعني في غزة، لكن ما هو كان هناك وقف إطلاق النار في غزة قبل ذلك، وهناك إعمار في غزة أيضا صحيح. يعني مصر بتقوم بالإعمار أيضا نعم. بعد الغزو الإسرائيلي على قطاع غزة السابق نعم. طيب خليني أنتقل إلى ملف الحماية الاجتماعية، حيث قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية إن المبادرة وصلت للثلث الأخير من المرحلة الأولى، مؤكدا انتهاء كل مشروعات المرحلة الأولى في 30 من ديسمبر من العام الجاري. وأضاف جاد الكريم خلال تصريحات أمس أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يستفيد منها 18 مليون مصري، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة تتجاوز 300 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن تتجاوز تكلفة مراحلها الثلاث إلى ما يقارب تريليون جنيه. وأشار مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري إلى الانتهاء من 6918 مشروعا، ومن المتوقع الانتهاء من 22 ألف مشروع بنهاية العام الجاري. وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية أنه جاري حاليا رفع الكفاءة لمرفق الخدمات المجتمعية داخل قرى حياة كريمة مثل مياه الشرب، شبكات الكهرباء، بجانب مشروعات الصحة والمدارس ومراكز الشباب ومراكز تنمية الأسرة ووحدات التضامن ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية. يعني أنا عايزة أقف عند رقم، يعني المرحلة الأولى نعم هتتكلف 300 مليار صحيح، بالثلاث مراحل هنصل إلى تريليون نعم. في ظل أزمة اقتصادية عالمية طاحنة وأزمة في مصر، مش هننكر إن احنا في مصر أيضا زيها زي دول العالم كتير، لكن يعني ما زال التأكيد والإصرار إن المرحلة الأولى هتخلص في 30 ديسمبر نعم. يعني شايف المعادلة الصعبة دي إزاي قدرنا نحققها؟ خلينا عفوا خلينا نتفق إن مشروع حياة كريمة هو من الحقيقة من أهم المشروعات فعلا اللي شهدها يمكن التاريخ المصري على مدار التاريخ الحديث. ليه؟ لو احنا رجعنا لسنوات كده يعني 30 40 50 سنة هنلاقي حصل حالة نزوح خطيرة جدا من الريف إلى المدن، ودي اللي خلقت الظهير العشوائي في المدن. طيب الناس كانت دي الناس كل هذه الملايين ليه نزحت من الريف إلى المدن؟ لأسباب كثيرة. أولا مفيش خدمات، مفيش بنية أساسية، مفيش أي يعني تحسين لجودة الحياة، وبالتالي الناس دي راحت في يعني حرم المدن وعملت التجمعات، مفيش فرص عمل بالضبط، عملت شكلت هذه التجمعات نعم. العشوائية. اللي بيحصل الحقيقه هي انا اعتبرها هجمه مرتده بقى، ان احنا ازاي هذه المجتمعات الريفيه نرتقي بها، نطورها، نحدثها، بحيث اعمل عمليه توطين لهذه الملايين في القرى من خلال اقامه الخدمات، من خلال تحسين المرافق. دلوقتي غالبا القرى بعد انتهاء الموضوع حياه كريمه، القرى تقريبا مستوى الخدمات هيكون في هذه القرى إلى حد كبير مشابه أو مساوي لما هو موجود في المدن، سواء خدمات كهرباء، مية، صرف، خدمات تليفونية، خدمات بقى الإدارية، الإنترنت حتى كمان حيصل طبعا اللي هو الإنترنت، إلى جانب بقى الخدمات اللي هي كانت بتخلي الواحد بقى يطلع من القرية يروح للمدينة، السجل المدني، الصحة، الـ 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 الحاجات اللي هي الإدارية المتعلقة بالتنمية، المحليات، الكلام ده كل ده هيبقى موجود في المجتمع المحلي القروي. ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا جدا، لأن هي أولا بتحسن مستوى الحياة، يعني بترفع الرضا العام عند المواطن. الحاجة التانية إن هي بقى بتقلل عملية الزحف أو عملية الترحيل إلى القرى. الجزء المهم بقى فيها، وهو جزء برضو يعني يستحق إن احنا نتوقف عنده، إن هو
انت بتقدري توفري فرص عمل على مدار انشاء هذه المشروعات، بتقدري توفري فرص عمل. يعني هنا حياه كريمه الحياه بتحقق كثير من الاهداف، تحسن حياه الناس، توفر فرص عمل. والحقيقه يمكن انجاز لي يعني الاضافه في هذا الامر ان يتم مراعاه ان يتم اقامه مصانع في هذه المدن، او ممكن تكون بقى اللي هي المصانع المشروعات الصغيره الصناعات اليدويه، يكون مساله مخططه. يعني يشوف المصانع مثلا في العاشر من رمضان، او مصانع في اكتوبر، او في برج العرب، ايه احتياجاتها البسيطه، وممكن من خلال هذه القرى حولها لقرى منتجه، مش بس قرى يعني احسن الخدمات فقط، ولكن عشان برضو ان فرص العمل مع انتهاء هذه المشروعات هتنتهي فرص العمل. اذا لازم اكون عندي خطه مستقبليه ان انا اضيف مشروعات تكون مدروسه، تكون يعني فيه وعي احنا بنعمل ايه، ان انا اعمل، لان يعني مثلا كثير يمكن عشرات وربما الاف المنتجات الصينيه بتتم في داخل البيوت وداخل مصانع صغيره. اذا القريه اللي انا حسنت فيها هذه الخدمات، انا ممكن اكمل هذه المنظومه بمشروعات منتجه، تكون مش مشروعات بقى اعملها على مصانع على الارض الزراعيه وابني الارض الزراعيه تاني واهدر هذه الثروه، لكن مشروعات تكون صغيره أشجع الناس عليها، أقدم لهم حوافز، أقدم لهم تمويل، إزاي أخد هذه المنتجات أسوقها. حقيقة ده ملف في رأيي لا يقل أهمية عن موضوع تحسين الخدمات، لأن في النهاية إن أنا عاوز أوفر مصدر دخل، مصدر حياة كريمة، مصدر معيشة للمواطن. صحيح انا حسنت له الايه؟ المرافق والخدمات والامور اللي هي اليوميه دي، لكن كيف يعيش بعد ذلك؟ هل هيستنى الوظيفه الحكومه؟ ما فيش وظائف حكومه. اذا علينا ان ننظر لهذا الامر نظره واقعيه حقيقيه وجاده. صحيح. يعني بحيث ان احنا فعلا نحول هذه القرى اللي انا حسنت المستوى المعيشي فيها الى قرى منتجه لا تبحث عن فرص عمل في حرم المدن او هنا او هناك. استاذ هاني، انا عايزه اقف في نقطه مهمه جدا بالنسبه للحياه كريمه. يعني يمكن خليني اقول مع الزحف زي ما حضرتك قلت تغيرت شكل الحياة في الريف، يعني ما بقاش الريف المصري اللي احنا نعرفه ومنتجات الريف المصري. الريف بقى في عمارات زي المدن يعني بالظبط. يعني هل ممكن حياة كريمة ترجع شكل الهوية الريفية للقرى المصرية مرة أخرى؟ يعني احنا تعودنا على شكل الريف بشكل معين، دلوقتي لما بنروح الريف بنلاقيه ما بقاش اللي احنا عارفينه. يعني زي ما كلثوم ما قالت، يعني عاوزين نرجع زي زمان، يا ريت الزمان يرجع زمان. يرجع زمان. حقيقه شكل الريف اختلف، يعني المباني كانت بالطوب اللبن زمان، والسقف كان مش عارف متعرش بالخشب، الارض كانت ترابيه، وفي الشتاء تلاقي يعني الطين والدنيا مزروطه في الريف. لا دلوقتي الدنيا اختلفت، الريف دلوقتي بقى الطرق مرصوفه، في الخدمات ما كانتش في، انت على سبيل المثال التليفون ما كانش موجود غير في دوار العمده زمان. صحيح. انما دلوقتي شوف التلفزيون، اللي كان عنده تلفزيون في الريف زمان كان ده حدث ويبقى الناس تعمل حفله عليه، اللي ما كنت تشوف عربيه ماشيه في شوارع القريه زمان دي كانت الاطفال يجروا وراه. يعني لا خلاص الصوره الذهنيه للريف اللي احنا يعني اتربينا عليها يمكن اللي زينا ما عادتش يعني دلوقتي. انت حضرتك لو نزلت الريف هتلاقي كل الخدمات اللي تخطر على بالك اللي موجوده في المدينه موجوده في البيت الريفي، مش بس في القريه، في البيت، اي بيت ريفي هتلاقي عنده التلفزيون بتاع الشاشات والغسالات والدش والثلاجات وكل الوسائل الترفيه او وسائل الكماليات اللي هي موجوده في المدينه هي موجوده في الريف. المباني الخرسانيه العمارات في الريف دلوقتي هتلاقي العمارات بالعشر ادوار والنوادي والكافيهات والقاعات الافراح، لا الدنيا اختلفت. انما وده
تطور طبيعي. هو تطور جيد ولا تطور سيء؟ انا شايف ان هو تطور جيد، ولكن علينا ان نرشد هذا التطور، ان احنا بقى الحقيقه لان هو جه على حساب الارض الزراعيه. صحيح. حصل اكتساح. يعني انا احيانا بنزل القريه، انا من قريه اسمها الصافيه مركز دسوق محافظه كفر الشيخ، الحقيقه بيجينا حاله ذهول من حاله التعدي على الاراضي الزراعيه لدرجه ان انا بتوه. يعني إن كان هنا يا جماعه فيه ارض فيها محاصيل وفيها زراعات حتى الان فيها محاصيل، قال لك الاقي ايه؟ كلها ابراج. الحقيقه احنا يعني ما خلاص الموضوع خلص. يعني انما انا كنت اتمنى ان هذه الابراج وهذه الملايين ويمكن المليارات اللي هي تم ضخها في كتل خرسانية وقضت على الأراضي الزراعية، إن إحنا نحول بقى حضرتك، لأن حضرتك كويس إن فتحت القصة دي، إن إحنا نحول هذه الأموال وهذه الإيرادات. قبل ما أبني هذا المبنى إزاي يعمل مصنع، إزاي يعمل منتج، إزاي أفتح مجال لاستيعاب فرص العمل، وحول هذه القريه اللي انا حولتها الى ابراج سكنيه. الناس مجرد انها خلاص يعني فيها ابراج، مثلا هتلاقي ايه الدور 3 4 5 ادوار مش ساكنه غير شقه او شقتين والباقي فاضي. ازاي ان انا يعني ايه اغير المعادله؟ ازاي بدل ما انا هعمل برج واقعد فيه انا وولادي في شقه او اتنين، ازاي ان انا كنت احوله الاول لمنتج، احوله لمؤسسه انتاجيه الاول قبل الفلوس اللي انا صرفتها ديت، اعمل الاول مؤسسه انتاجيه وبعدين اطور نفسي واعمل سكن او يعني مساله احتياج السكن ده حاجه مشروعه. انما لازم ازاي ان انا ارشط هذه المساله، وازاي ان انا احول هذه القريه من هذه الكتل الخرسانيه اللي انا بقول لك معلومه مؤكده ان معظم العمارات ديت الناس عامله دور واثنين وثلاثه وهو ساكن في دور واحد. يعني في النهايه ده انفاق او استثمار مهدر، لان مثلا انا لو كلفت البيت ده نص مليون جنيه انا ما مستفيد ب 100,000، وعنده 400,000 خلاص انا مش قادر استثمره، لان الريف غالبا ما بيسكنش. يعني انا ممكن اعمل عماره في المدينه هسكنها يبقى في ايراد. انما اذا علينا من الان ازاي نعيد او نحول هذه القريه الى قريه منتجه من خلال بقى يعني ممكن الدوله تقدم انشطه بالتعاون مع اتحاد الصناعات، بالتعاون مع المستثمرين. ازاي ايه الانشطه اللي انا ممكن اعملها في هذه القرى وتتحول الى الى الى, الى قريه منتجه. طيب برضو في اطار متابعتنا لملف الحمايه الاجتماعيه، اعلنت وزاره الصحه والسكان اصدار 254,724 قرار علاج على نفقه الدوله بجميع محافظات الجمهوريه، وذلك خلال شهر يوليو الماضي بتكلفه اجماليه بلغت 1,051,000,000 جنيه. يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، الأورام، الأنف والأذن، الجراحة، النساء، العيون، العظام، المسالك، البطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتا إلى مناظرة 100 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة. آخر ده جزء مهم. يعني دي طريقة أعتقد إن ده تطور كبير في المنظومة. طبعًا يعني الحقيقة الأول كان مسألة كان فيه يعني قرارات العلاج على نفقة الدولة بيتم استخراجها من يعني من هنا من مقر وزارة الصحة في شارع مجلس الشعب. الحقيقة كان مشهد مهين جدا للبني آدم، طوفان من الناس وجايين بقى كلهم من الأقاليم علشان ياخد مشروع أو قرار العلاج على نفقة الدولة. ده تطور مهم جدا الحقيقة إن القرار يروح زائد إن القرار كان بيتاخد في بعض القرارات كانت بتتاخد في فترة من الفترات بالواسطة.
اي طبعا دي قصه ثانيه. لكن يعني دلوقتي لا الاختيار أنا على اساس انا حتى بتكلم على الناس اللي كانت بتشوف مريض يعني، ولا قريبه ولا حد من طرفه بيجي من الاقاليم ويجي علشان ويقف في زحام وطوابير، حاجه مهينه الحقيقه، علشان ياخد القرار وممكن يجي وما ياخدوش يعني مساله يعني. هنا حصل خطوه مهمه جدا ان يتم اصدار القرار وارساله الى المستفيد مباشرة إلى المكان اللي هيتعالج فيه. لكن الحقيقة أنا برضه عاوز أقول إن مسألة الصحة بالذات يعني الواحد ممكن يصبر عن الجوع، يصبر عن أي حاجة إلا الألم. الحقيقة الملف ده لازم برضه يكون واخد حقه، اللي محتاج يتم إصدار القرار الخاص بيه. الحاجات برضو في المستشفيات العامة للناس اللي هي بيلجأ لها غير القادر، غير القادر أن يروح مستشفى خاصة أو مستشفى استثماري أو كلام ده، لازم يتم توفير هذه الأماكن بالفعل، لأن الغير قادر لو هو مريض أو بيتألم أو عنده عملية أو عنده أي، هيروح فين يعني؟ لو مش قادر هيعمل إيه؟ لكن الحقيقة الدولة جواتها مشكورة في هذا الأمر، لكن يجب أن هو برضو يكون يعني محل اهتمام واهتمام كبير جدا، أن المستشفيات العامة يتم توفير فيها الاحتياجات، توفير في الناس، بحيث الناس غير القادرة تلاقي خدمة طبية، مش عاوز أقول مثلا بمستوى، لكن تكون خدمة طبية وعلاجية مناسبة إن شاء الله. وأعتقد أنه ملف التأمين الصحي الشامل برضو إحنا شغالين فيه، صحيح، وده ممكن برضو هيغطي بقى، هيقضى بقى على كل يعني الإجراءات اللي كانت بتتم على مدار سنين دي، سواء بقى لو بنتكلم كنا على قوائم انتظار أو على نفقة الدولة، لأنه خلاص هندخل كلنا في منظومة واحدة. أنا بتكلم على أن الكل هيبقى هنا خاضع لمستوى صحي ومستوى خدمة طبية، بقى لا يقول غني ولا فقير ولا قادر ولا غير قادر، الخدمة الطبية لها مواصفات بتقدم لكل شرائح المجتمع بشكل جيد وبشكل موحد، ما فيهاش بقى القادر ولا مش قادر. الحقيقة يعني برضو من المشروعات المهمة جدا، وبنتمنى، وانا يمكن كان في معلومات ان كان التأمين الصحي هيتنفذ على مدار 15 سنة، ان بقى في توجيهات لا ان احنا نختصر ال 15 دول 10 سنين علشان يبدا يغطي الدولة كلها او كل محافظات الجمهورية في 10 سنين. نتمنى يا فندم، نتمنى. طيب عايزة انتقل لخبر اخر، حيث ثمنت الأكاديمية الوطنية للتدريب الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف الشباب من حيث التدريب والإعداد من أجل تمكين للشباب الكفء. وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي جاء هذا العام تحت شعار التكافل عبر الأجيال، قالت إن مصر دولة شابة تتمتع في مكونها السكاني على الشباب الذي يشكل حوالي 60% من السكان. وأوضحت الأكاديمية أنه على الرغم من أن تاريخ مصر يمتد على مدار آلاف السنين، إلا أنها دولة شابة تتمتع بمكون سكاني أكثر من نصفه من الشباب. وشددت الأكاديمية على أهمية إشراك الشباب بل والاعتماد على طاقاته وقدراته في مسيرة تمتد حتى عام 2030 لتصير نهجا لنا، قائلة إن كنا نسعى في مصر وفي العالم أجمع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء للأمم المتحدة. دولة شابة، وخلينا معترفين وحقانيين ان القيادة السياسية عندها اهتمام كبير، صحيح، بالشباب. ويعني ملف الشباب، خليني ان اقول كان في واقع عملي قدامنا، يعني احنا دلوقتي بنلاقي نواب وزراء، نواب محافظين، في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ حتى، ده غير النماذج اللي بنشوفها وبتبقى في القيادات بعد كده، اللي بنشوفها في منتدى شباب العالم، وبنشوف فكر الشباب، وبنشوف هما وصلوا لإيه. شايف يعني الجيل اللي جاي او الشباب اللي جاي بالتاكيد هم فرصتهم احسن من فرصتنا، بالتأكيد يعني هم خدوا فرصه. كنت هقول كده يعني صراحه يعني الانجاز اللي اتحقق في هذا الملف افضل بكثير من جيلنا. يعني خليني اقول انا يعني احيانا بحس يعني عند البعض بعدم الرضا. الحقيقه زي حضرتك ما قلتي ان الجيل الحالي افضل حالا وافضل وظروفه افضل من اللي قبليه.
مفيش شك ان الحياة بتتحسن، وبالتالي يعني الشباب اللي هم يعني الشريحة الأكبر في هذا المجتمع بيكونوا هم يعني المستفيدين من هذا التحسن. لا، مفيش شك ان الفترة الأخيرة كان في اهتمام بالشباب، لان هم الشباب هم الطاقة القوة، هم الطاقة المحركة لأي مجتمع، لأي تطور، لأي تحسين. والشباب اللي إذا كانوا إن هم يعني دلوقتي هم قادة المستقبل. نعم. فالحقيقة يمكن الدولة مؤمنة بدور الشباب، ويمكن زي ما أشرت حضرتك في هذا الجزء، هم موجودين دلوقتي في مواقع القيادة ومواقع المسؤولية. وأعتقد وده يعني توقعات ليا إن المرحلة اللي جاية هيكون في مساحة أوسع للشباب الفترة اللي جاية، أعتقد يعني في ظل كمان الـ 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 الأزمات الاقتصادية العالمية، وظل الصراعات الدولية اللي هي عمالة تنشأ في الشرق وفي الغرب، أعتقد إن هيكون فيه دور أكبر للشباب في المرحلة اللي جاية. وإن شاء الله تكون يعني اللي جاي أفضل للشباب. نتمنى في نتمنى يعني. وبعدين هو الشباب ده وقته انه يشتغل ويتعب يعني. صحيح. حتى لو مش في مراكز قياديه، هو ده وقته انه يشتغل. صحيح. واحد بنقول دايما في شبابي انا اشتغلت وتعبت طبعا علشان بعد كده اسلم. صحيح. الجيل اللي بعده. طيب، قالت الدكتوره سهى بهجت المتحدث باسم وزاره السياحه والاثار انه تم التعاقد مع احدى الشركات الامريكيه لها باع طويل في هذا المجال، وهو مجال السياحه، حيث ستنفذ الحمله الدوليه الاعلاميه لمصر في الخارج لمده 3 سنوات قادمه، وستبدا في الربع الاخير من العام الحالي تزامنا مع احتفال مصر بعده احتفالات. وتابعت المتحدث باسم وزاره السياحه والاثار من هذه الاحتفالات يوم السياحة العالمي ومرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد بجانب تنظيم قمة المناخ في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن الحملة الدولية تستهدف أسواقا عديدة وسيكون لها أثر إيجابي. أشارت الدكتورة سهى بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار إلى أن تكلفة الحملة على مدار 3 سنوات 90 مليون دولار، لكنها مقسمة وتسمح بقياس الأثر واتخاذ إجراءات تتناسب مع الأثر الذي تمثله أو تغيير مسار، والعائد من هذه الحملة سيكون أكبر. ولفتت إلى أن الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تستهدف دول أوروبية مثل إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا ودول الخليج العربي وفنلندا وأمريكا، وذلك نتيجة لمؤشرات البحث التي تؤكد أن هذه الأسواق لديها قابلية لزيارة مصر. يعني الحملات العالمية دي مش أول حملة عالمية نعملها على فكرة. صحيح. عملنا حملات كتيرة، وعملنا حملات لمصر وكانت بتذاع على قناة CNN، ويعني مش احنا بس، يعني أغلب الدول بتعمل كده، يعني تركيا، قطر، دبي، يعني دول كتيرة بتعمل هذه الحملات. هل الحملات السابقة التي نفذت في الخارج، هل خليني أقول كان ليها مردود إيجابي؟ أنا أعتقد أن الحملات هي جزء من اللي هي ممكن تعمل مردود إيجابي، لكن هي جزء من الكل. بمعنى إيه؟ أنا عاوز أقول إن إحنا السياحة مش دور حكومة على فكرة، السياحة دور مجتمع بالكامل، شعب بالكامل. يعني أول السائح ما بيجي، من أول ما بيجي المطار بيتعامل إزاي، بيركب تاكسي، بيروح الفندق، بيروح محل، بيمشي في الشارع، كل هذه المنظومة أنا رأيي إن هي أكبر دعاية للسياحة المصرية. لأن السائح هو بيبقى جاي مش ما بيدورش على داخل البيت المصري، هو السائح بيكون انطباعه من الشارع، من المعاملات اللي بتتم معاه، وهو بالتالي دايما يقول لك انطباع الاول هو الانطباع الاخير. فهو الحقيقه الحمله اللي بتعملها وزاره السياحه ربما تكون مطلوبه، لكن اعتقد ان احنا الدور اللي موجود على المسؤوليه الموجوده على المجتمع هي اضعاف اضعاف اللي هت يعني ايه اهداف الحمله. لان الحقيقه افترض ان احنا عملنا انفقنا هذه الملايين من الدولارات على الحمله، لكن المجتمع مش
مش حريص على ان السائح يجي او مش حريص على ان يبني صورة ذهنية او ذكرى حلوة طيبة عند السائح تخليه يروح يجي مرة واثنين وعشرة. الحقيقة هي دي القضية، ان احنا مثلا ليه مثلا ما اكونش امين مع السائح؟ ليه اخلي السائح يفاصل في سلعة او خدمة؟ ليه ابتزه؟ ليه اديله حاجة اغلى منها؟ هي الحاجات دي كلها اعتقد هي الجزء، يعني الواحد لما بيسمع على مدن في العالم بيجي لها سياح قد اللي بيجي مصر مرتين ثلاثة، بيبقى يعني ايه يعني عنده غيرة، مع ان مصر فيها اماكن، فيها اماكن بلا حدود، بلا حدود، اماكن كتير جدا ممكن تكون مقاصد سياحيه ومزارات، ويمكن في اماكن لم تكتشف مصر، يعني ايه ان احنا برضو يعني مختزلين السياحه في المناطق السياحيه والاثريه والشواطئ. يعني حضرتك عايز تقولي ان ثقافه المجتمع مش المصري، الثقافه مش سياحيه، واجب ان تتغير لغايه الان. يعني حضرتك لما بتتكلم على مدن، حضرتك شوف برشلونه مثلا في اسبانيا بيخش لها قد ايه؟ اليونان 30 مليون سائح، اليونان مدينه واحده. ما انا بقول لك، واليونان بصي بيدخل لها قد ايه؟ لبنان ربنا يرجعها بالسلامه كان بيخش لها قد ايه؟ تركيا بيخش لها قد ايه؟ احنا برضو مع ان احنا عندنا سياحة ثقافية والسياحة الشاطئية والسياحة مؤتمرات والسياحة دينية، وعندنا مختلف انواع السياحه، يعني والسياحه عدي عشرات ومئات المقاصد، والسياحه العلاجيه، وعندنا حاجات كتيره جدا. انت ممكن تعملي الريف المصري ده ممكن يبقى مقصد سياحي، الريف بطبيعته بخضرته بالكلام ده، يعني عندنا مقاصد كتير جدا. صحيح. انما الحقيقه ازاي بقى ان احنا مجتمع لازم يبقى عنده ايمان ان السياحه ديت جزء من موارد الدوله المهمه، جزء من اللي هي ممكن تحسن دخل المواطن نفسه. انما تعالي مثلا شوفي، يعني انا ابسط الايام من امبارح سائحه بواحد سواء تاكسي بيتفاوض معاها على الـ على الاجره، تعريفة. على الاجره. طب انت اصلا انت اجرتك محدده، خلاص اتفضلي الاجره العداد عمل كذا، شكرا. يعني انا شفت في الصين، انا ركبت التاكسي في الصين طلع لك فاتوره التاكسي، كل التاكسيات تطلع لك فاتوره، اي حته بتطلع لك فاتوره، ولا كاني ولا ماني ولا متفاوض ولا تدفع كام. دلوقتي تركب التاكسي يقول لك لا ده العداد عطلان، ده مش عارف ايه، انا مش هشغل العداد. يجب ان احنا نغير هذه السلوكيات لانها بتدمرنا، هي اللي بتشوهنا. صحيح. وبتخسرنا كتير جدا. لازم من سواق التاكسي للبازار للفندق للشارع، حتى كمان برضه لازم ان احنا نظبط المرور في الشارع، مسألة النظافة، مسألة الانضباط، كل ده جزء عاوز اقول لحضرتك اللي بيكون الصورة الذهنية. صحيح. للسائح. فاحنا لازم ان احنا نسوق نفسنا قبل ما نسوق للخارج، احنا كمجتمع نسوق نفسنا للسائح اللي عاوز يجي يزور مصر. طيب خليني اخد الخبر الاخير سريعا. نعم. وهو الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اعلن ان جميع الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي اثناء تفتيش منزله بمار إيليجو لم تكن سريه. ونشر ترامب بيانا في موقعه تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي امس، قال فيه: اولا تم رفع السريه عن كل شيء، ثانيا لم يكونوا بحاجه لمصادره اي شيء مني، وكان بامكانهم الحصول عليها في اي وقت دون الالاعيب السياسيه والاعتداء على مار إيليجو. ولم يوضح ترامب متى تم رفع السريه عن الوثائق المذكورة. ويذكر أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة لتصنيف الوثائق سرية أو رفع السرية عنها، ولا يحق له فقط رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمجال النووي. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي. يعني خليني أقول أن قضية الوثائق الخاصة بترامب ومكتب الـ FBI وزير العدل والقصة اللي عايشونا فيها، أحب أقول يعني اسمح لي يعني بمتابعتي المتواضعة خليني أقول أنها معركة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل تسديد النصف في الكونغرس.
يعني انتوا مشغليننا ليه بحاجه دي خناقه بينكم، خناقه بين حزبين بالداخل والتجديد النصفي، وده يعني اصل الوثائق دي موجوده من زمان وهم الحقيقه عارفين. انا كنت هقول كده، هو صراع ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على الانتخابات والتجديد النصفي، وكمان هم يمكن برضو الديمقراطيين عاوزين يقطعوا الطريق على ترامب ان هو يترشح في الدوره اللي جايه. يعني هي في النهايه صراع داخلي امريكي، يعني الحقيقه يمكن انا مش عارف احنا ليه مهتمين بيه برضه، يعني احنا مش مهتمين، يعني العالم يعني مهتم بيها قوي، يعني ده خناقه بين اثنين هم هناك، يعني صراع ما بين الـ 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 الامريكيين وخاص بيهم، يعني تعتبر صراع برضه داخلي، يعني صحيح. صراع سياسي ولا عاوزين يعني يقطعوا السكه على ترامب انه ما يترشحش تاني، لان برضه هو اعلن ترشحه في 2024، انما برضه يعني. هو يعني ترامب برضه لما مفس في يعني اعلن عدم فوزه في الانتخابات الماضيه، الحقيقه برضه يعني عمل عمليه تحريض لانصاره انهم يعملوا اقتحامات للكونجرس، اقتحام القضيه مش شغاله لغايه دلوقتي، يعني برضه هو عنده نزعه برضه فيها نوع من العنصريه، ونوع من ان هو برضه بيحرض انصاره والكلام ده، لكن في النهايه هو صراع داخلي امريكي بيشغلوا به العالم كله، يعني ايه فيعني ربنا معاهم، هم عندهم سنوات انتخابيه كثيره. نعم. الفتره القادمه وربنا معاهم. نعم. كاتب الصحفي الاستاذ هاني عماره، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه، هروح لفاصل، وبعد الفاصل عندنا فقره حواريه، فقره حواريه مهمه عشان فيها كلام كتير عن تنميه يعني قدراتنا الحياتية من وانت طفل لغاية ما تبقى أب وأم، وإزاي الأب والأم بيبقى ليهم دور. خليكم معنا.